هنا برضو ادي اللي هي بوابة 122، وادي الاولاد هم على فكرة اللي بيلعبوا. عايزة بس اوريكم برضو كارثة ان احنا لقينا قدام قدام هنا اهو. انا هطلع هنا اهو، اتفضلوا ادي اهو اهو الاولاد اهم، وبصوا بقى قدامهم في ايه اهو. ادي طبق اهو، ادي هنا بره، وادي جوه اهو. وهنا بقى اهو ادي طباق، طبعا هنا فتحات طباق اهي. اهو اهي. وهنا بتوع الامن هنا على البوابة قالوا لي انه في كلب كان ميت هنا من يومين، بس طبعا هم ايه يعني ما كانوش يعرفوا ايه الموضوع، ما يعرفوش هم بموضوع السم ده. وادي طباقة اهي مكفية على وشها اهي جوه اهي، ده جوه الرحاب مش بره الرحاب اهو. نشوف بقى ادي الاولاد هم اللي بيلعبوا اهو عشان تشوفوا، يعني سهل قوي اهو اهو. اهو اهو يعني لو اي حد طلع هنا مثلا ولعب بقى وفاكر ان الطبق ده حاجة كده يعني حرام. والسور مفتوح كمان على فكرة، كل ده مفتح من تحت اهو اهو. وادي الاولاد اهو اهي احنا اهو، وادي بوابة، ادي البوابة اهي بوابة 22 اهو اهي اهو. هقول برضو على رقم العمارة عشان تعرفوا الخطر قد ايه. اهي دي الحته اللي انا كنت واقفه عليها اهو. انا بس ايه مش هنزل الكاميرا عشان الولاد دول ما يعني ما يصحش اقتحم خصوصياتهم. اوكي انا بس هوري رقم العماره عشان تعرفوا المسافه اهي. فادي المكان اللي عنده اهو اهو. وفي قول على فكره كل السور ده مليان طباقة. دي عمارة ادي 103 كام 123 عمارة 10 123 عمارة 10 اهو. ادي طباقة اهي عشان تشوفوا قد ايه قريبة وفي متناول يعني ايه يعني اهو. ادي الطباقة اهي، يعني لو الولاد دول مثلا قدروا يطلعوا على السور ده وحطوا ايدهم في اي من الطباق اللي موجودة دي مثلا يعني اهو، ايه اللي هيحصل؟ انا مش هودي طبقة كمان اهو 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 اهي. ادي العمارة اهي، ادي الولاد اهو اهو.